لم تفلت من نيرانها الصواريخ والمروحيات وحتى الطائرات النفاثة. نيرانها قادرة على صنع حاجز جوي يصعب اختراقه، قصيرة المدى، أسرع من الصوت، ولا ينجو أي هدف من صواريخها، خفيفة الوزن، زهيدة التكلفة، صغيرة بتصميم شبحي يجعل عملية رصدها من قبل العدو في غاية الصعوبة، وهي نسخة مصغرة من منظومة S-400. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك مراجعة تفصيلية لأقذر أسلحة بوتين الصائدة للطائرات سوسنا الروسية ودورها في الحرب الأوكرانية. كيف تقتل سوسنا أهدافها؟ بدائرة يصل قطرها إلى 20 كيلومتراً وارتفاع 5500 متر، تستطيع صواريخ سوسنا حرق أي هدف يدخل هذا المجال، سواء من الطائرات المسيرة التجسسية أو القتالية أو الانتحارية، والمروحيات والطائرات الحربية، وحتى الصواريخ المجنحة وصواريخ كروز. تأتي صواريخ سوسنا بإصدارين، الأول برأس حربي ذو قضيب مجزأ يعمل بالتصادم وباستطاعته تحطيم أي طائرة أو صاروخ مهما كان مقاوماً ومدرعاً، ويتم توجيهه بالليزر، والثاني برأس حربي انشطاري يعمل بالتقارب ويتم توجيهه بالرادار النشط. وفي كلا الإصدارين تعتبر فرص النجاة معدومة. تستطيع سوسنا إطلاق 12 صاروخ خلال 3 ثواني فقط، وباستطاعة كل صاروخ الاشتباك وملاحقة هدف مختلف، أي باستطاعة هذه المنظومة الصغيرة الاشتباك مع 12 هدف في آن واحد. وقد يسأل أحدكم، ما فرقها عن منظومات أوسا وأستريلا وبوكواتور وغيرها من المنظومات الروسية والسوفيتية قصيرة المدى؟ وهذا سؤال محق، حيث تبلغ سرعة صواريخ سوسنا 2.8 ماخ، وهي سرعة لم تسبقها إليها أي من صواريخ المنظومة السابقة، كما أن توجيه الصواريخ والتقنيات الحديثة المستخدمة للربط بين المنظومة والصاروخ والهدف متطورة للغاية، وهذا التطور لا يشمل فقط دقة الإصابة، إنما انخفاض تكاليف التصنيع. ولا ننسى صغر حجم صاروخ سوسنا المعروف باسم M-340 الذي لا يتجاوز طوله 1.4 متر وقطره 28 سنتيمتر ووزنه الإجمالي 18.5 كيلوغرام. وعلى سبيل ذكر التقنيات، فإن صواريخ سوسنا تمتلك نظاماً برمجياً مدمجاً للتشويش السلبي، إذ يستطيع الصاروخ مقاومة التشويش والمخادع، كما يمكنه تغيير اتجاهه منتصف الرحلة واللحاق بهدف آخر في حالات التشويش عالي الفعالية أو خروج الهدف من مدى التصويب. نظرة عميقة على الهيكل الخارجي لسوسنا. صممت منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى سوسنا أساساً لمرافقة أرتال المشاة وصد هجمات الطائرات والمروحيات وتدمير صواريخ الكروز والقنابل والطائرات بدون طيار وقمع المركبات المدرعة الخفيفة. يتم توجيه صواريخها عالية الدقة بشعاع الليزر، ويتم التحكم في السلاح عن طريق نظام إلكتروني بصري أوتوماتيكي متعدد القنوات، حيث بإمكانه العمل ليلاً ونهاراً وفي جميع الظروف الجوية وفي بيئات التشويش المعقدة. يبلغ وزنها 3500 كيلوغرام، وبذلك تكون واحدة من أخف منظومات الدفاع الجوي ليس في روسيا فحسب، وإنما حول العالم. يتم تركيب المنظومة على عربة سوسنا التي يوفرها الصانع كيبي تاكماش أو على عربات بالما وبلاش، وهي عربات مدولبة ثمانية الدفع وعالية التدريع والحماية. يتراوح وزنها بين 7 و11 طناً، وبوسعها العمل ضمن نطاق عمليات يصل إلى 600 كيلومتر، وبسرعة تبلغ 80 كيلومتراً في الطرق الممهدة و65 كيلومتراً في الطرق الوعرة. وبالإمكان تركيب المنظومة على شاحنات من طراز باز رباعية وسداسية الدفع لقطع المسافات بشكل أسرع، كما يمكن تركيبها على عربات مجنزرة كهياكل الدبابات T-72 وT-82 والمدرعات BMP-2 وBMP-3 لمرافقة الوحدات البرية والتموضع بالقرب منها في المعسكرات المتقدمة وعلى خطوط التماس. حاجز من النار لا يمكن الهرب منه. تستخدم منظومة سوسنا راداراً من طراز P-31C المتطور للكشف عن أهدافها، يبلغ مداه نحو 30 كيلومتراً، وهو قادر على كشف 24 هدف في آن واحد، وتتبعها جميعها وكشف هوياتها وبياناتها، وهو أشبه بنظام إنذار مبكر للمنظومة،
حيث يمكن للطاقم إجراء تكتيكات معينة والترصد للأهداف إلى حين اقترابها من دائرة التصويب ثم تدميرها. كما يقوم هذا الرادار بتوجيه الصواريخ وتتبع مسارها حتى تصيب هدفها بدقة وسرعة عالية للغاية، إضافة لقدرته على إجراء عمليات المسح بزاوية 360 درجة كل ثانيتين أو بنطاق 180 درجة موجهة كل ثانية واحدة. تاريخ الإنتاج. كشف مكتب نودلمان التصميمي للأجهزة الدقيقة لأول مرة في المنتدى الدولي التقني العسكري للجيش الروسي عام 2018 عن منظومة 9M337 قصيرة المدى المضادة للأهداف الجوية، وتم التعريف بها تحت اللقب الصنوبر، ولاحقا تم اعتماد اسم سوسنا كاسم رسمي للمنظومة الجديدة. دخلت الخدمة في العام 2022 وهو ذات العام الذي أعلنت فيه روسيا الحرب على أوكرانيا، وشاركت بشكل فعال في حماية المطارات المتقدمة والمعسكرات وغرف القيادة والتوجيه والاتصال ومعسكرات الدعم القريب واللوجستي. وتعتبر هذه الحرب هي الأولى التي تخوضها سوسنا، وبالإمكان القول إنها أول منظومة دفاع جوي في تاريخ الجيوش تدخل الخدمة إلى أرض المعركة مباشرة. الجبهة الأوكرانية. على الجبهة الأوكرانية أسقطت سوسنا بحسب تقارير روسية أكثر من 500 هدف جوي منذ بداية الحرب في فبراير شباط من العام الماضي، أي قبل سنة كاملة. وتضيف التقارير بأن نسبة 70% من الأهداف كانت صواريخ كروز أوكرانية وطائرات كاميكازي والدرونات تجسسية. نجحت المنظومة في التصدي لأهداف صغيرة الحجم نسبياً كصواريخ راجمات هايمارس وغيرها، وشملت أوامر الرئيس بوتين التي أصدرها في سبتمبر أيلول عام 2022 لمضاعفة الإنتاج الدفاعي وزيادة خطوط الإنتاج مصانع سوسنا. لذا من المتوقع أن يصل عدد المنظومات في الخدمة حتى 120 منظومة بحلول العام 2024. البحرية المصرية ومنظومة سوسنا. أشارت تقارير روسية إلى أن القوات المصرية طلبت شراء منظومة سوسنا بإصدارين، أحدهما للعمل على متن السفن الحربية والفرقاطات بمنصة من طراز بالما دون الإفصاح عن عدد الوحدات أو إذا كان الطلب بمواصفات خاصة ولا حتى عن قيمة الصفقة. وغالبا لن تسمح روسيا بتصدير المنظومة في الوقت الراهن حتى لا يتم فضح أي تقنيات متطورة تم إلحاقها بالمنظومة، ثم إن الإنتاج الحالي للمنظومة لا يسد احتياجات القوات الروسية البرية والبحرية. عموما من المحتمل جدا أن تتكشف تفاصيل هذه الصفقة قريبا، كما سيتم شراؤها لاحقا من قبل الزبائن التقليديين للأسلحة الروسية الحديثة كالجزائر وفيتنام والهند وكوريا الشمالية. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات منظومة سوسنا؟ وهل تعتقد أنها بحاجة لتعديلات أخرى أو عمليات تطوير؟